السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم لنستقبل مكالماتكم، وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية. مرحبا بالجميع، ونبدأ من مكناس مع للا فريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف درتي الدكتور كريبة؟ لاباس عليك؟ لاباس بنتي، بارك الله فيك، الله يطول عمرك. مرحبا. أنا اللي الصديق ديالك سولك عليا، راجل مجوج، وقلت له على النفقة. أيها للا، أيها أيها للا. وعندي معاه بنت وولد وما كنشوفش. نعم. وما ما كيصيرنيش كاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يفرج عليكم يا بنتي، الله يفرج عليكم يا بنتي. الله يحسن لك الوالدين، دعي معايا بزاف، الله يسهل الأمور. كنحتاج الدعوة ديالك، الله يعطيك ما تمنيتي، لما دعي معايا ومع أولادي. الله يحفظك للا فريدة، الله يطول عمرك وربي يكون لك ولي ونصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج للا فريدة. علاش 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 الزوج ديالك، علاش الزوج ديالك مابقاش كينفق عليك؟ هو هجرك ومابقاش كينفق عليك. كنت ساكنه معاه في الدار ديالهم مع الام ديالو، وخا هكاك ما كيصرفش. نعم. ومن بعد في هذه العطله هذه جيت للدار ديالنا، صافي صافي، وجيت سكنت مع دارنا. واش هو ربما تزوج مع شي مره ثانيه ولا اش دار؟ ثانيه، انا الاولى وهي الثانيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. للا فريده، الله يحفظك للا، الله يحفظك للا، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك للا. شكرا لك. فعلا واحد السيد كان اتصل بيا وحكى لي على المشكل ديالك بالتفصيل، والاخت فريده كتسال يعني ماذا عساني ان افعل مع هذا الزوج الذي هاجرها والذي لم يعد ينفق عليها. هو كاين طريقتين للا فريده. كاين الطريقه الاولى القانونيه، ان المراه المتضرره كتلجأ الى القضاء وكتشتكي بانها معرضة للهجر والإهمال الأسري ثم عدم النفقة. القانون هو كيحمي الإنسان في المدونة ديال الأسرة، أن الزوج بمقتضى عقد الزواج وعقد النكاح الذي بينه وبين هذه المرأة وعقد التكوين أسرة، واجب على الزوج أنه يبقى في صلة متصلة مع زوجته، وواجب عليه أن ينفق. وهذا أمر إلهي، ماشي أمر قانوني، أمر إلهي. ربنا عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج عليه أن ينفق على الزوجة، ويجب عليه، ويحرم عليه هجرها حتى لو كان بينتهم نزاع. قال واهجروهن في المضاجع، يعني الهجر يكون في بيت الزوجية، ربما مقلق منها، ربما مستاء منها، خصو يهجر داخل بيت الزوجية. بل إن بعض الفقهاء قال لك وهجرهن في المضاجع، يعني في غرفة النوم كيبقى معها ولكن لا يلمسها. فالطريقة القانونية هي متاحة، ممكن أي امرأة ربما تضررت تحمل دعوة قضائية وتطالب بحقوقها. ولكن ننصح أن الإنسان لا يلجأ إلى القضاء كلما وقعت مشكلة. أرى ممكن نسوي الأمور غير بالتي هي أحسن، نسويها غير بنوع من التنازلات، ونقلب على وسطاء من أهل الخير يدخلوا بيناتنا. كيكون الرجل مع المرأة عندهم واحد المشكل، ولكن المشكل الأكبر اللي بيناتهم هو سوء الفهم وسوء التواصل. المشكل اللي عندهم راه بسيط، راه ممكن أن نجد له حلا. وحتى إذا لم نجد له حل، كان ذاك المشكل عسير جدا، فعلى الأقل كيبقى التعايش، كما قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى ولو كان مشكل كبير أو صار هناك النفور بين المرأة وزوجها، ربي عز وجل قالنا اصبروا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلابد يدخل الوسطاء. للا فريدة، أنا حسب المعاناة ديالك، أنت امرأة الأولى وعندك ولدات مع هذا الرجل، ومع طول العشرة قلت صحتك وذهب بصرك، ثم مشى قلب على امرأة ثانية،
له ذلك. لو أراد أن يتزوج القضاء يسمح له إذا كان عنده القدرة المالية والنفسية والجسدية على ذلك، ولكن لا يحل له أن يهجر زوجته الأولى ولا أن يهملها ولا أن يقتر عليها في الإنفاق، واجب عليه ذلك. للا فريدة أنصحك للا عوض أنك تمشي للقضاء راه مسترى شوية طويلة وكتعود العداوة والبغضاء، الرجل غير كتوصلوا المرأة للمحكمة ما كيبقاش يشوف فيها نهائيا، ولو تكون الصلح يقول لك لو وصلتني للمحكمة، احنا بغينا الصلح لأن عندكم معه وليدات، واخا تكون انت بيناتكم عندكم واحد النفور ولكن بينكما لحم، بينكما أولاد وبنات، اصبري وصابري واحتسبي وادعي الرحمن، الأمر كله بيد الله، العقول والنفوس والقلوب ديال البشر بين أصبعي الرحمن، إلى بغى ربي عز وجل إذا دعوناه فإن قلب المؤمن بين أصبعي الله، إن شاء هداه وإن شاء ضل. ندعو الله له الهداية، ندعو الله له أن يعود إليك عودة طيبة، وأن يرجع إلى أولاده وإلى أحضان أسرته، وأن يقذف الله في قلبه الرحمة، وأن يأتيه الله بالأرزاق فيأتيك بالنفقة عليك. هذا الدعاء، هذه النصيحة لك للا فريدة ولكل المستمعين والمستمعات. من اللي تقع المشاكل نفر إلى القضاء وكتجد تعسر الأمور، وشينا حدث نعيشها يوميا مع الناس من اللي يوصلوا للقضاء، يعني صافي انسدت القدرة على عودة الإصلاح. لكن إذا كنا صابرين ومحتسبين وكندعيو المولى صاحب الأمر، نقول يا ربي اهدي فلان، يا ربي رد به ردا جميلا، يا ربي خذ بيده، ندير لي قيام الليل. للا فريدة قومي عليه الليل، هاد الليلة هادي وليلة الجمعة أو أي ليلة من الليالي نتوضأ ونصلي قيام الليل، نقول يا ربي فلان جعلته من نصيبي وأبو أولادي وقد تغير وقد تبدل وقد ساءت حالته، يا ربي أنت وليه وأنت صاحب الأمر، يا ربي رد به ردا جميلا وألف بيني وبينه وارزقنا وإياه رزقا حسنا. ندعو الله، نطرق باب الرجاء، لا نستعجل ونمشيو للقضاء راك تعسر الامور اكثر، نطرق باب الرجاء ايها الاحباب، وربي غادي يبارك لنا جميعا. للا فريده، اللهم يا ربي يا كريم بارك لاختنا فريده، اللهم بارك لها في صحتها ورد عليها بصرها، اللهم احفظ لها اولادها وانبتهم نبتا حسنا، اللهم ارزقها رزقا واسعا، اللهم لاقيها مع الاخيار والابرار ورد بزوجها ردا جميلا، اللهم رد به يا كريم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب يا كريم. وغنمشي لقلعة صراغنا مع لالا خدوج. السلام عليكم لالا خدوج. السلام ولدي، كي داير؟ لاباس الشريفة، الله يطول عمرك لالا. يا بابا لقنا الوالدي الله يرحمهم، لا إله إلا الله، ومع دوستي وشيخي ومع أولادي وناتي، الله الله الله، ومع مولا داري. كنت غايبة للحج، بغيت نعاود ليك. أيه، مشيت غادي من المدينة ومشيت البير عالي والحارمة وغسلتي تقير الصابون تاع الريحة، وقالوا لقى ما تغسلي، خاصك ما تغسليش، وبغيت تقول لقى اش ندير عليها فدية اش ندير. أيها الحجة، أيها لالا خدوج، هنيئا لك، تقبل الله منك يا الحجة. آه، بإذن الله. دعا جمع واحد دري راه باقي بلا جوال ان شاء الله، وبغيت لي شيخ دايما سهله ماهله، وبغيت لي شي حاجه اللي فيها الخير. العم ولا داري عدوا لك شويه توقف في الخدمه ما قدام ما رده، ومع سهل عليهم جميعا يا رب. يا رب يا كريم، ومع وليداتنا وبنياتنا ومع اخواتاتنا ومع كاع المسلمين، اللهم امين يا رب. ايوا كنت ندير عليها واخا الحاجة، انا نشاوبك دابا باذن الله. لالا الله يحفظك ويرعاك، شكرا لك الحاجة خدوج، وتحية اليك ولكل ساكنة قلعة سراغنا. اول حاجة، جعل الله حجك مبرورة وسعيك مشكورة وذنبك مغفورة. انتم الحجة حرمتوا من المدينة المنورة وغادين في اتجاه مكة المكرمة، وكتحرموا من ابيار علي، ومن اللي كنوصل ابيار علي وكنصليوا ركعتي الاحرام يحرم علينا الطيب، النساء كيلبسوا اللباس ديالهم العادي والرجال عندهم الإحرام المعهود، ويحرم علينا الغسل بالطيب، نغسلوا غير بالماء، الطيب ما نقربوش ليه لقد دخلنا في الإحرام. بعض العلماء كيقولوا بأن اللي غسل بالصابون ديال يدي راه داك في داك الصابون فيه الريحة وعنده الطيب، وبالتالي يلزمه الكفارة،
أو تلزمه الفدية. ما هي هذه الفدية؟ هي إطعام ستة مساكين. إطعام ستة مساكين هي بالثمن ديال السعودية 36 ريال سعودية كنطعم بها المساكين. بعض العلماء الآخرين قال لك لا، ما يتعلق بالطيب في غسل اليدين هذاك معفون عنه، هذاك أمر مباح. علاش؟ لأن الإنسان كيدخل أعزكم الله إلى دورة المياه، كيدخل المرحاض ويستنجي، واليدين ديالو ربما كتبقى فيها بقايا النجاسة، فعليه أن يغسلها بما من غير الماء، بواحد المادة تكون مطهرة. إلا كنت في الصابون اللي كاين في الحرم تما في المسجد ديال الأبيار علي، هذاك راه صابون من غير رائحة. راه الناس تما اللي مكلفين بشؤون الحج راه كيوضعوا في المساجد تما ديال الإحرام كيوضعوا واحد المجموعة ديال المطهرات اللي هي بدون رائحة. إلا كان من تما فلا شيء عليك، هذاك راه أمر صحيح. إلا كان الصابون ديالك أنت جايبه معك من المغرب وفيه الريحة واستعملتيه في الايادي ديالك، ولو ان بعض العلماء كيقول لك نستعملوا في اطراف الاصابع، فكيقول لك لا حرج عليك، لان اليدين نباشر بها الطعام وكنوضعوا على الوجه، فالانسان اللي دخل دوره المياه كتبقى فيها اثر النجاسه ولا تزول الا بذلك. فهناك رايين اثنين، اختاري منهما ما تشائين. الراي الاول كيقول لك عليك الفديه، وهو اطعام سته مساكين 36 ريال سعودية، تخرجيها دفعة واحدة أو مقسمة على الفقراء، ولك أن تخرجيها هنا في المغرب، تخرجيها هنا في المغرب على شي واحد فقير محتاج، شري لي واحد القفة قفة ديال الطعام وعطيني شي أسرة فقيرة. والرأي الثاني يقول لك لا شيء عليك، لا حرج، لأن اليدين وخص أصابع اليدين أمر معفو عنه. فأسأل الله أن يبارك لك الحج في حجك، وأن يجعله مبرور، والسعي مشكور، والذنب مغفور. وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في الوالدين، الله يشافيهم ويعافيهم، وفي العجوز ديالك، وفي النساب ديالك، وفي الوليدات جميعا. نسأل الله تعالى أن تحل عليكم البركة، اللهم يا رب لله خدوج ومن معها، اللهم ارزقهم البركات من السماء والأرض، اللهم افتح لهم خزائن ملكك وكرمك وجودك، اللهم واصرف عنهم السوء، اللهم وكلهم وليا ونصيرا، ببركة حج لله خدوج، وببركة طوافها حول البيت وسعيها بين الصفا والمروة وتقبيلها للحجر الأسود، وببركة يا رب يا كريم زيارتها للمدينة المنورة، وببركة وقوفها بعرفة، وبمبيتها في مزدلفة وفي منى. اللهم ارزقها ببركة هذه المناسك الخير في الدين والدنيا والآخرة. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.